انا حاطه ميوت واحد يقذف الناس 24 ساعه ولا احترام السلطي تبارك هيك السلطي مش احترام هذا لا تنافقون لا تنافقون في البرنامج ما تنافقون في البرنامج ولا تحاول راسك ولا بس ما نبي منافق ما نبي منافقة ولا تحاول راسك النفاق عشان شوف النفاق انسحب انسحب داني انسحب انا ما اعرف انافق واحد يقذف الناس 24 ساعه ايام مباركه يا جماعه ايام مباركه لا والله ممكن زل حساب ممكن زلت لسان ممكن زلت لسان مرة بس ثاني مرة وثالث مرة معلش بتصير أخي ما يفعل كل شيء كرمال ساكسي وكتناصر السلطي تسامح خلص يعني سامحني على يا أخي ونعم في الرجل ترى ونعم فاضل يعني احنا اخوان بالآخر القلب ما كان سامحني فطران فاضل احنا اخوان بالآخر واحنا جايين نتسلق على البرنامج سامحني يا ولد خرج يقذف يا زلمه يا ولد انا شو قلت لك انا لو انسان منافق ما بقول لك ونعم فيه ونعم فيه بس القذف ما له داعي انا اقدر بامكاني ان انا ارجع اقذف اكيد طبعا كان يا اخي سهل لسان بدون عظم بس مش لفاضل والله ما بتوقع يطلع منه قذف خلاص حصل خير خلاص طولوا طولوا المهم انا قدام الناس كلها والله داش اسلم عليك واطلع والله ما انا قدام الناس كلها النبي فاضل صلى كل واحد قذفني لوجه الله خلاص فرط الزلمه بقول لك انا وبيني وبينك مسامحك وما في شيء بيني وبينك فاضل بقول لك زلمه بقول لك انا ب10 اواخر قبل لا اطلع لا يمكن كم مره لعبت شاك السلطي انا كثير والله في مره غلطت عليك بالكلام لا والله لا في مره لا. سمعت مني اساءه لا والله كنت حق بيتك لا بس لا. اللي غلط علي اكيد برد عليه احترمني ما في غلط ما طيب في غلط البثوث موجوده واحد مصارين بطنه بتعاركوا لك يا عمي خلص بطران اللي صار صار فاضل ليش صار انا مسامح الوجه يلا انا بقول لك الزلمه انا مسامح خلص يا زلمه خلص صلوا على النبي انا الوجه الله مسامح ما بي شيء انا حق يعني انت بتقول ما في شيء وهو بيقول ما في شيء خلينا نصالحكم بيقول لك المثل يعني يا مين وفى راسين بالحلال والله لا ولك هل الجوع الله لا يوترز لك لا ما بعرف المهم اشوفكم على خير يا شباب طولوا خيركم المدى بالسلام يا فاضل والله انا سلمت شيت سلمت سلم يا بطران خيركم المدى السلام سلمت وقلت لك مسامح الوجه الله مد وديكم مد يديك يا مان مد وديك يلا مدوا ايديكم يا شباب انا ما ديدي لك يا السلطي وانتم يمان وانا ما ديدي لك يا يمان انت والسلطي حبيبي الله يبارك والله والله شوفوا احلاكم جماعه زي العسل شوفوا ما احلاكم شوفوا والله والله يسعدك ما شاء الله يعني تخيل يمان صاير مأذون التيك توك والسلطي المساعد ماله يعني طلع كم احلاك وانت بتضحك والله شوف احلى ضحكتك يا زلمه لا اسمع يا سلام مسوي اسناني بفلوس راح ابتسم مبين ليش هاي بطران كمان ما شاء الله طلع لوب هيك الوجه طلع ضحك مع الله طب اسمع شويه نحشرن اثنيناتهم بجولتين معلم انطقهم طق هيك لا لا اول لا جوله لا لا. والله انا موقف اسمع حتى لو انتم متخاصمين يعني عادي لا 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 والله خلص صارحوا يا زلمه شنو هاي لا ما عليه ما كل العافيه ان شاء الله امور طيبه انتم لعبه والله بس بغيت اسلم امور طيبه والله السلطي يا مان انا والله والنعم فيكم والله والنعم انتم الجوز والله على خير يا حبايبي حبيبي يا فاضل السلام عليكم مع السلامه مع السلامه يا اخي مبتي انا عادي اتمسخر مع كل احد قول لي اللي انت تبيه بس ما توصل انك تغذف اهلي لا محشومين محشومين بيناتكم دخلوا البرنامج خلاص اللي راح راح بطلان اللي راح محشومين عمي يعني بطلان انا اول ما تعرفت عليك الصراحه غزيتك يعني ما كنتش اعرف شخصيتك صح ترى اقول لك يا اخي ما يصير واللي راح يعني ايه بس انت ما قذفت يا اخي ما سويت شيء خلاص يا زلمه جمعك رابع مش قلت لي يا مان تغلط هذا يا مان يلا اصحابه حبيبي أكيد لا وين جبتني التليفون بطران باي سكر ننزل بطران مين هاد سكر الباب وراتون مين دخل معنا لهون الناس هاي وجاي لعندي يا بطران بدك يعني أسب الناس شو لا 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 ونعم فيهم شو معك أنا نعم فيهم يلا عندك قاتلينا والله ونعم أنا متحول حبيبي ليه أنا بنزين طب خلاص حبيبي روح يا مان نجار اجمع فلوس غير عندي يلا قاتلينا مش صح جمهورية السودان ارحب يا تاج راس دودي
هلا. ايش حالك؟ كيفك؟ تمام الحمد لله. انت من وين؟ انا من سوريا. وين عايشه؟ بالمانيا. وانت؟ عارفين بوكسي؟ لا امزح امزح. يعني شو تسوين في المانيا؟ والله ما بعرف، حابه اتشمس، حابه اشوف الشمس. يا اخي انتم كعرب ترتاحون يوم تعيشون في دوله ما فيها يعني مش عرب؟ هلا انا ما اخترت هذا الشيء بالاخير. هو صح يعني، الله يوفقك يا رب. شكرا شكرا. انت وين عايش؟ بالامارات؟ لا في الهند. شو؟ في الهند. الهند؟ بالهند. طب انت مرتاح بالهند؟ ايوه لاني انا هندي. تاري بابل بس يا وقحة. شباب تكبيس، تعالي جولة من احكام. يلا تكبيس شباب. كبسوا 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 كبسوا، كل اللي عندي كبسوا. ايوه يا اخي جمهورية السودان يا ولد طاغي والله العظيم. هدي اقول لك هدي. لك كم عمرك؟ انا اذا بتحط لي عمر. انت كم تبيني احط لك؟ انت اذا بتحط لي عمر، مو انت قديش بدك يعني احط لك. انا احط فيك 25 26. طب اصدمك. عمري 18. قولي والله. والله. وقد البغل. شو قد البغل؟ حرام عليكم. لا يعني حجمك كبير يعني. لا سوري سوري، يعني انت لا تفهميني صح والله، يعني لا تفهميني صح. اقصد غلط اقصد غلط اقصد غلط. يا اخي ايش فيني اليوم؟ يا اخي ايش فيني اليوم؟ قاعد اضيع يعني. انا اقصد يعني كيفتي وايد كبيره ما شاء الله. والله مبينه كل هذه كبيره. جيلي الايباد. تعرفين كم فرق بيني وبينك؟ قد ايه؟ 11 سنه. قد ايه عمرك معناته؟ عمرك 29؟ شفتي؟ 11 سنة يعني أنا يوم عمري 18 سنة. أنا على فكرة عندي رفيقتي، على فكرة والله عندي رفيقتي مقربة مني عمرها 29 كمان. ها؟ رفيقتي المقربة كمان عمرها 29. حبيبي 18 سنة فيها سجن قاصر. لحظة. قاصر. قولي 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 والله ما تشتكين. شو ما حتى لو اشتكيت انا. يا ولد فيها اعدام يا ولد. يا ولد فيها اعدام يا جماعه. روزس ورود بعدين يا جماعه بحسو. والله العظيم ايام نوت بلانسياغا. اسمعي زين، سافرتي دبي قبل؟ لا. ليش ما تروحين قريبا؟ يعني شوفي شوفي، انا استغرب منكم انتم يعني العرب اللي عايشين في المانيا وهذا، مع ان دبي ترحب بالجميع اكيد، واسهل مكان تروحي له تطلعين فيزا وتقعدين وتعيشين عيشه معززه مكرمه. بارك. فشو تسوون في المانيا في هالاماكن؟ انا اول شيء لسه ما طلعت لي الجنسيه فما فيني اسافر يعني هلا، وحتى جوازي ما لي مجددته. ارحب. لحظه، في دعم اهم من موضوعك. ارحب زد او سكس. ارحب. طب ارحب بحكي لعب تكسرني. سبلمنتي ويلكم حبيبي. لحظه، قلت لك الدعم اهم من موضوعك. سبلمنتي حبيبي كفو. المهم تفضلي كملي عادي، خلص خذي راحتك. اخذ راحتك؟ ايه مره مره، خلص كلمي. كملي يلا عادي، اسمعك. ما بدي كومنتاتي اهم من موضوعك. جمهورية السودان حبيبي. شكرا راشد حبيبي، شكرا. كومنتاتك حبيبي الحين بقلبها كلها بطران وقلوب، بشوف شو المهم. شباب بطران وقلوب، ابي اشوف كيف وين كومنتاتها. يلا خذي الكومنت، ابي اشوف كيف كومنتاتك اهم، عشان تعرفين ان صدق كومنتاتك اهم لان فيها بطران وقلوب فعلا اهم. ايه والله صار يكتبوا لي بطران وقلوب. شفتي عشان تجيبوا كومنتات تهم. انا اللي سويتكم. طب خليني احكي. يلا اوكي. شو حكيت؟ انا اللي سويتكم؟ شو سويتنا؟ الحين قلتي خليني احكي صح؟ اعطيتك فرصه، وهالفرصه مره واحده في العمر، مره ثانيه ما راح اسمعك. تفضلي تكلمي. ناطرة يعني أنا هلا قدمت ورائي فبدي أطالع الجنسية وبعدين أعرف لونك، بس ما رح يشوفونك. يعني بتروحين زيارة يعني؟ أنا ما مستحيل يعني عايش برا هون، لأنه أنا إلي عايشة هون 11 سنة.
فتعودت هون على عايشة. بس انت يوم بتروحين دبي بتشوفين شوفي دبي اكيد اكثر دولة استقبلت جميع الجنسيات. يب. فلما تروحين هناك بتشوفين السوري وبتشوفين الاردني وبتشوفين الفلسطيني وبتشوفين الاماراتي وبتشوفين كل الجنسيات. انت من نفسك اصلا ما راح ترجعين. انا اعطيك اياها اللي يوصل دبي ما يروح مكان ثاني وبتشوفين. لك انا ما بقول لك انه المانيا احلى من دبي، بس بقول لك كمان هون في كل الجنسيات، في فلسطيني، في يعني حتى في دبي في متحجبات قاموا يسهرون بحجاب عادي. نحن عندنا في هيك شيء والله. عن جد عم بحكي والله اقسم بالله عن جد عم بحكي. نحن في عندنا بنات كثير، نحن في عندنا متحولات شاذات على قولتكم، في عندنا بنات عن جد حاطين حجاب بروحوا بيسهروا بيلبسوا فستان عادي. نحن يعني انت متحول؟ انا مالي متحول، لا انا بنت عادي. اوكي سوري. انزين الحكم الاول دلعتي العين. يا ابو شهاده حيلك الحكم الاول تشربين ديتول. لا امزح.